ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نشوي سمك مكريل بطريقه حلوه قوي وتتبيله خطيره. شايفين اللحم بتاعه حاجه كده وهميه بجد، طعمه وريحته حاجه خيال. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا احنا عملنا الصينيه القمر دي ازاي ومكوناتها ايه. خليكم معايا. التتبيله اللي معانا النهارده حاجه كده وهميه وخطيره. كنا عملنا قبل كده تتبيلة السمك واعتمدناها، وتعالوا النهاردة نشوف هنعملها تاني ازاي. معايا طبعا طماطم، طماطمتين متقطعين، راس توم كبيرة، فلفل حامي، فلفل رومي اخضر واحمر، معايا جزراية متقطعة شرايح، ومعايا بصلاية كبيرة. الخضرة اللي معايا كزبرة وبقدونس وكرفس، دول اساسيين في تتبيلة السمك معانا. تمام كده، الخضرة لما بجيبها وبفرزها في الفريزر. التوابل اللي معايا طبعا سمك، يعني كمون وكزبرة، معالق كبيرة، معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الملح طبعا على حسب الرغبة، ومعايا برضو معلقة كبيرة من بهارات السمك جاهزة من عند العطار، وممكن نعملها مع بعض في القناة بعد كده. معايا ربع كوباية من الخل، ومعايا عصير 3 ليمونات كبار. ناخد بقى كل الكلام الجميل الحلو دون وناخده في الكبة ونضربه كله مع بعض. حطيت الخضار اللي معايا كله في الكبة، وهنزل بيه ربع كوباية من الخل، كمان عليهم عصير 3 ليمونات كبار. نشيل البذر الواقع ده، شلنا البذر الواقع من الليمون، ونبتدي بقى ان احنا ننزل بيه التوابل اللي احنا قلنا عليها كلها، ونديهم ضربة كده كويسة في الكبة ونرجع نشوف. وتعالوا نشوف الخلطة بتاعتنا بعد ما ضربناها في الكبة. عايزة اقول لكم الريحة خطيرة، ما تقلقوش من المية اللي نزلت دي، ده الليمون والخل، وطبعا في طماطم علشان لما نتبل السمك معانا السمك يبقى مش ناشف من جوه. تعالوا بقى نحطهم في علبة ونشوف هنعمل ايه في السمك. هنا بقى سمك الماكريل. السمك معايا انا غسلته كويس جدا ونضفته، والسمكة معايا كبيرة، فهبتدي ان انا اقطعها حلقات كده زي ما عملنا ساعة لما جينا نعمل التونة. هقطعهم حلقات كده، يعني السمكة اقطعها على 3 أو 4 قطع اهو كده زي ما انتم شايفين بالظبط. السمكة بقطعها يا اما على 3 أو على 4 لو هي كبيرة. وادي تتبيلة السمك اهي اللي عملناها مع بعضينا. ونبتدي بقى ان احنا ناخد سمك المكريل اللي احنا غسلناه كويس وقطعناه، نبتدي بقى ان احنا نتبله كده بالتتبيلة القمر اللي احنا عملناها دي. هنتبل بقى كل الكمية اللي معانا ونسيبها في التتبيلة دي يعني على الاقل يعني ساعة. نتبل بقى كل الكمية اللي معايا ونرجع نشوف هنعمل ايه. الحلقات بتاعت السمك اهي اللي احنا قطعناه وتبلناه، هسيبه بقى اغطيه كده واسيبه ساعة في التلاجة ونشوف هنعمل فيه السمك في التتبيلة. ولو حبيت تسيبي من قبليها بليلة مفيش مشكلة خالص. تعالي بقى نشوف هنحط السمك ده مع ايه. معايا هنا شوية خضار، معايا بصلاية كبيرة، طماطمتين متوسطتين، معايا جزراية يعني كبيرة برضو مبشورة، معايا فلفل المداح بقى رومي الوان، حابه تحطي معاهم فلفل حامي، اي حاجه موجوده عندك في البيت هتحطيها. معايا كمان معلقتين كبار من نفس التتبيله اللي احنا كنا عملناها وتبلنا بيها السمك. هندخل بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض علشان الخضار اللي معانا ياخد من نفس طعم تتبيله السمك. مش عايزه اقول لكم الريحه جباره، تتبيله السمك اللي احنا حطيناها مع الخضار دون طبعا فيها ليمون وكرفس وكزبره وبقدونس، فيها خل، يعني فيها حاجات ريحتها وطعمها تجنن. خلاص كده قلبنا الخضار مع التتبيلة، ونبتدي بقى ان احنا نرص حلقات السمك او جزل السمك اللي احنا قطعناها وتبلناها. تمام كده، نبتدي بقى نرصها حوالين داير كده الصينية بنفس الشكل كده. هكمل باقي الصينيه. رصيت السمك بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، والتتبيله اللي موجوده في الطبق دي احنا مش هنرمي حاجه، نبتدي ناخد منها كده ونحط على وش السمك من فوق كده زي ما انتم شايفين. بجد ريحتها تحفه،
التتبيلة ريحتها خطيرة وطعمها مفيش أروع من كده. بس كده نبتدي بقى ان احنا ندخل الصينية بتاعتنا دي تحت الشواية، يعني هي مش هتاخد وقت، اول ما هي تستوي وتاخد لون كده من فوق هنبتدي ان احنا نطلعها على طول. كده نكون شوينا المكريل بطريقة حلوة قوي. اللون طبعا انتوا تقدروا تحكموا فيه، يعني تخلوه افتح من كده براحتكم خالص، بجد ريحته حاجة كده وهمية وطعمه خطير. تعالوا نشوف كده، ناخد قطعة وتعالوا نفتحها اهو. شايفين اللحم من جوه ابيض ومستوي وريحته وطعمه في منتهى الروعة. ويا سلام بقى على شوية الخضار اللي من تحت كده، لو عاملين جنبهم رز، حاجة كده وهمية. أتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة سهل وبسيط وسريع وتنفذوه. ما تنسناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في فيديو جديد. باي باي.